بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية كلامي أنا ما عنديش غير حاجة واحدة هتكلم معاكم فيها، هي موضوع محمود عبد المنعم كهربا. بس قبل ما أتكلم في محمود عبد المنعم كهربا، أعتقد أنا ما دخلت على السوشيال ميديا يا جماعة لقيت حاجات بصراحة أنا مستغربها جدا جدا جدا. هي لها انا واخدها كتحفظات ليا انا شخصيا، بس لو هتكلم معاكم في كام حاجه كده، اللي الاقي بعض الاخوه على طول اخبار 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 صح اخبار غلط، المهم اخبار على طول، فببقى مستغرب وانا قاعد خبر من هنا فلان صفقة، فلان من هنا صفقة، فلان من هنا مش عارف ايه فلان. طب هنتكلم، نفسي مرة اسمع واحد بيتكلم مثلا على فنيات، بيتكلم مثلا على طريقة اللعب اللي الاهلي ممكن يلعب بيها، المنتخب يلعب بيها، نادي الزمالك، فرق الدوري، ايه التأجلات اللي بتحصل، اللي اتحاد الكورة، يعني في مواضيع كتير. لكن انا بشوف كل يوم ثلاث اربع صفقات راحوا الاهلي، وثلاث اربع صفقات راحوا الزمالك، وثلاث اربع صفقات احترفوا، وثلاث اربع كتير. انا مستغرب بصراحه يعني، لكن الحمد لله الحمد لله. والله مش بتكلم كده عشان لا، كل واحد وله وجهه نظر، وكل واحد يحترم المشاهد بتاعه، بس كتير على المشاهد، او كتير على اللي انت توصل معلومه. ممكن يكون عندك نسبه مشاهدين عاليه جدا، وعندك نسبه متابعين ليك، ده ليك الحق، وبقالك فترة طويلة. أنا مش بتكلم يا جماعة، والله أقسم بالله مش على حد بعينه يعني، كلهم أصدقاء، بس أنا عاوز أغير من طريقتنا أو من مفهومها للناس، الوعي نفسه. لما أنا أطلع أقول سبع ثمان صفقات، إيه ده؟ هو النادي الأهلي هيغير اللعيبة كلها ولا إيه؟ النادي الزمالك هيمشي لعيبة ويجيب لعيبة؟ حاجات كتير يعني مش عارف. المهم خلينا بقى في موضوع عبد المنعم كهربا. كهربا الناس برضو من ضمن الناس، المعلومات اللي اتكتبت واتقالت من خلال السوشيال ميديا، كهربا عامل مشكلة مع كولر، كهربا اتخصم منه، كهربا الله يكون في عون كهربا. انا كل المعلومة اللي انا قلتها من فترة بأمانة، اللي انا قلتها اللي كان في صفقة تبادلية بين كهربا وزيت، او كهربا وزيكو، ده كانت معلومة وقلتها، وبعد كده حتى اتحورت لكلام تاني اللي هو ممكن يسافر السعودية. يعني في جميع الأحوال احنا ما جينا قلنا كهربا ممكن يمشي من النادي الأهلي، ممكن يمشي. بس اللحظة اللي انا بكلمك في الجزئية اللي هي حصلت من خلال فترة بسيطة، اللي هو كولر تغيب عن التمرين بدون إذن، لقيت الدنيا مقلوبة على كهربا. ايه المشكلة؟ طيب انا يا جماعة بستشف على فكرة، انا باخد الكلام واقول لكم ايه اللي ممكن يحصل. طيب كهربا ايه اللي ممكن يحصل؟ كهربا هنقول تغيب عن التمرين، هو كتبت بعذر بسبب تعب والدته، ربنا يشفيها ويعافيها، وما استأذنش. طيب ما في لائحة، احنا ليه بنكبر الموضوع؟ في لائحة في النادي الاهلي، اللي بيتغيب عن التمرين بدون اذن بفلوس، واللي يتغيب باذن بفلوس، بس مش زي، ولازم يبقى في سبب. دي لائحة طول عمر حتى واحنا موجودين. خلاص يبقى ده ايه؟ الموضوع ده منتهي، يبقى احنا هنبطل نقفل الصفحه دي. طب ايه التاني اللي ممكن يحصل؟ اللي كهربا ممكن يكون واخد مال لسه مازال واوقف من كولر، او هو عاوز يمشي. طيب لو عاوز يمشي، ما طبيعي اللي هو هيمشي من خلال اداره النادي الاهلي. انا بديك الكلام برضو اللي هو بيتقال من خلال السوشيال ميديا، على فكره انا قعدت بجيب اللي بيتقال واطلع ايه استنتجه كده واستشفه وابدا احلله بمعنى صح. يبقى الجزء الاولاني كهربا لو استاذن باذن او بدون اذن عشان والدته او عشان عنده ظرف، فيها خصم، ده عادي جدا. حصل له ظرف طار، عادي جدا. طيب ايه الموقف الثاني؟ اذا هو واخد موقف من كولر علشان هو عاوز يمشي، عادي جدا. كولر هيقول له اتفضل، انا موافق ان انت تمشي، وعندك اداره النادي الاهلي في النواحي الماديه والنواحي التعاقديه مع اي نادي تاني. يبقى موضوع كهربا
الكلام اللي اتقال ده كله مش مظبوط. لاحترامي للجميع. هنقعد نقول بقى كهرباء احسن، الراجل واخد منه موقف، الراجل هيمشيه، الراجل مش عاوز، الراجل ده احنا ما صدقنا ان كهرباء الراجل يبقى ارضى عنه. كلام كله يا جماعه في الهواء. اشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.